السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا مره اخرى. اذا في هذا الفيديو غنشوفوا درس جديد اللي هو لا لوسون دو لا ديريفابيليتي. بطبيعه الحال هذا الدرس كيعتبر درس مهم بزاف للناس اللي كيقراو في البكالوريا، للناس اللي كيقراو بعد البكالوريا. هادشي علاش خصكم تتابعوا معايا من اول فيديو غنسجلها حتى لاخر فيديو بطبيعه الحال. اذا قبل ما نمشي لي ديفينيسيون و لي بروبريتي غنديروا واحد التجربه فيزيائيه باش نخرجوا واحد العلاقه اللي دائما كنخدموا بها في هذا الدرس ديال لا ديريفابيليتي او اللي كتسمى بالعربيه الاشتقاق. يلا ردوا معايا البال. اكسبيريونس فيزيك، هنا اعتبرت واحد الكره اون بول، وهنا عندك واحد المنحدر. درت واحد التجربه، علما ان المسافه بين ا و بي هي 40 متر. التجربه هذه تلقت هذه الكره، ملي وصلت النقطه ا خدمت الكرونو، وملي وصلت النقطه بي حبست الكرونو وحصلت على هاد لي دوني اللي غنكتب. قلنا المسافه ا بي هي 40 متر، وملي درنا ديك التجربه ديال الكرونو لقيت بان المده الزمنيه الدلتا تي اللي قطعتها بين ا و بي هي 20 سكوند. دابا يمكن لي نحسب السرعه المتوسطه فيتيس مويان. علاش؟ حيت عندي المسافه وعندي المده الزمنيه. يلا نحسبها ونشوفوا شحال غتعطينا السرعه المتوسطه. بطبيعه الحال ماشي شي حاجه غريبه، ديجا شفتوها في السنوات اللي قبل في الفيزياء كيفاش كتحسب المده او لا المسافه على المده الزمنيه. ا بي ديفيزي بار دلتا تي، واللي كتعطينا 40 على 20، وشحال كتساوي في الاخر؟ كتساوي 2 متر بار سكوند. بمعنى اخر هذه الكره هذه السرعه ديالها المتوسطه هي 2 متر في كل ثانيه، كل ثانيه كتقطع 2 متر. حتى لهنا كلشي واضح، كلشي مزيان. دابا غنعتبر واحد النقطه سي في هاد البلاصه هذه. طبيعة الحال المسافه غتغير، المسافه بين ا و بي ماشي هي المسافة بين أ و سي، هادشي غنشوفو من بعد. الهدف ديالي هو نعرف السرعة بالضبط أو التوقيت بالضبط اللي غتوصل فيه هاد الكرة هاد النقطة سي، حيت حنا كنطلقو الكرة وكتمشى. أنا بغيت نعرف التوقيت بالضبط اللي غتوصل فيه هاد الكرة النقطة سي، وهاد بالضبط هادي كتسمى اللحظة، يعني السرعة اللحظية. صافي. اذا كما قلت باش نعرف السرعه اللحظيه فاش غتوصل هذه النقطه سي، غنعتبر واحد النقطه عاوتاني غنسميها ام، وقريبه بزاف للسي، قريبه للسي. حتى غنديرها هنا باش تبان لينا الكتبه. اذا كما قلت الانطلاقه كتكون من ا، يعني هنا تي كيساوي زيرو. ملي غتوصل هاد الكره هادي النقطه سي غتوصل في واحد التوقيت معين اللي غنسميه تي، مازال ما عرفناه، غنسميه تي. وملي غتوصل النقطه ام، حيت الكره كتمشى كتزيد، ملي غتوصل النقطه ام غتوصل، واش غتوصل في نفس النقطه اللي وصلت فيه او لا في نفس التوقيت اللي وصلت فيه سي؟ لا، راه غيتزاد عاوتاني شويه ديال الوقت. واش مفهوم؟ يعني تي زائد شويه ديال الوقت. ديك تي زائد شويه ديال الوقت نكتب تي زائد اش. صافي، حيت وصلت النقطه سي في واحد الوقت، وملي زدنا شويه ديال المسافه، يعني زادت شويه ديال المسافه، راه حتى التوقيت كيتزاد، حيت التوقيت ما كيتحبسش، واخا كيتزاد غير لي سكوند صغار، يعني ماشي واخا ما سميتو. دونك كما قلت ملي وصلت هنا وصلت في التوقيت تي، وملي وصلت هنا وصلت في التوقيت تي اش. اذا غنكتب عاوتاني شي معطيات هنا. ملي وصلت ديك الكره سي وصلت في واحد التوقيت تي، والمسافه بدلاله المسافه بطبيعه الحال، اولا المسافه بدلاله الزمن. اذا وصلت النقطه سي في دي دو تي، في دي دو تي، حيت كما قلت المسافة بين بين أ و سي راه ماشي هي المسافة بين أ و إي، ماشي هي المسافة بين أ و بي، حتى المسافة راه كتبدل. ملي وصلت النقطة إم وصلتها في واحد المسافة معينة وفي توقيت معين، تي زائد أش. مزيان.
دابا ملي عندي هاد المعطيات هادو راه يمكن لي نحسب السرعه اللحظيه، السرعه اللحظيه يعني فيتيس انستونتاني اللي كنرمزو ليها في اي، في اي واللي كتساوي شحال؟ كتساوي دي دو تي اش ناقص دي دو تي، يعني المسافه بدلاله الزمن اللي وصلت فيه ام ناقص المسافه بدلاله الزمن اللي وصلت فيه سي. اذا غندير دي دو تي زائد اش موان دي دو تي. كما قلت راه ما كنديرش شي حاجه غريبه ولا شي حاجه اول مره كتشوفوها، هذا الشيء راه ديجا شفتوه. نفس الشيء بالنسبه على الزمن، الزمن غندير تي زائد اش ناقص تي، تي زائد اش ناقص تي كنديروا الفرق. ولكن هنا هاد اش هادي متناهيه الصغر يعني ميكروسكوبيك اولا كما قلت متناهيه الصغر. ملي كندويو على شي حاجه متناهيه الصغر كندويو على الليميت، كندخلوا الليميت بمعنى اخر ليميت اش تنفير زيرو. شي حاجه ملي كتسمع متناهيه الصغر يعني كتقول الزيرو. اذا هذه هي العلاقه اللي عندي واللي كتعطينا السرعه اللحظيه، كتعطينا السرعه اللحظيه. هذه العلاقه هذه بطبيعه الحال الا بغيت نقادها اكثر اللي كتعطينا ليميت اش تنفير زيرو دي تي بلس اش موان دي تي. هنا الا درت شي اختزالات غتعطيك اش، حيت تي مع ناقص تي راه كتمشي صافي. هذه العلاقه الاولى. الا بغيت نكتبها بواحد الشكل اخر ندير شونجمون فاريابل، شونجمون فاريابل ندير اون بوز، اون بوز مثلا اكس كتساوي تي زائد اش او اش زائد تي بحال بحال. تلك اكس تنفير تي. علاش اكس تنفير تي؟ حيت ديجا هادشي راه كنت شرحته في بعض النهايات اللي درت فيها شونجمون فاريابل. كتاخد هذا اللي اختاريتي كتسميه داك المتغير كتحسب ليه الليميت ديالو. حنا قلنا اش يؤول لزيرو بمعنى الا عوضت هاد اش بزيرو غتعطيك تي، داكشي علاش درت اكس كتقول لتي. يلا دابا غتعطينا عاوتاني واحد العلاقة أخرى. دونك في اي كتساوي ليميت، زعما ما غتبقاش اش غتولي اكس تنفير تي ديالاش دي تي بلس اش غنعوضها باكس موان دي دو تي على شنو غت باش غتعوض هاد اش هادي. عندك اش اولا هاد المتساويه غتدي تي لهاد الطرف غتولي اكس ناقص تي، اكس ناقص تي. اذا هذه هي العلاقه اولا النهايه اللي كتعطينا القيمه ديال في اي يعني السرعه اللحظيه. اذا نتمنى هذا الشيء اللي تفهموا التجربه البسيطه اللي درنا غير باش في الاخر نتوصلوا لهذه العلاقه. هذه العلاقه ديما غتبقاو تشوفوها في الدرس ديال لا ديريفابيليتي. اذا باش نعرفوا كيفاش غنطفوها غنتعرفوا على لي ديفينيسيون و لي بروبريتي من بعد ما نمسح السبورد. اذا من بعد ما شفنا داك التقاشر الاولاني دابا غنشوفوا اول فقره في هذا الدرس اللي هي ديريفابيليتي اون بوان الاشتقاق في نقطه. وبطبيعه الحال غنبداو بلا ديفينيسيون الاولى، من بعد غنمشيو لي بروبريتي واشياء اخرى. ولكن عافاكم غتردوا معايا البال مزيان حيت هذا الشيء دابا اللي غنكتب هو اللي غنبقاو نستعملوه في التمارين ديال لا ديريفابيليتي. يلا ردوا معايا البال مزيان. ديفينيسيون سوا اف une fonction numérique définie sur un intervalle over i.
إذن هنا قلت لتكون F دالة عددية معرفة على واحد المجال مفتوح E وغنعتبر واحد العدد كينتمي لهذا المجال نيت E يعني واحد العنصر E A أني ليمو دو E إذن هذو هما المعطيات اللي غنحتاج أول حاجة On dit que f i dérivable on a نقول أن f تقبل الاشتقاق في النقطة A أو في العدد A إمتى؟ S'il existe un réel L un réel L يعني إذا وجد عدد حقيقي L تلك بحيث كيحقق لي هذا الشرط هذا la limite x tend vers 1 f de x moins f de 1 divisé par x moins 1 qui est ça oui L il y en a d'abord le chart qui est le chart باش نقول على f راه كتقبل الاشتقاق في النقطه A غنحسبوا هذا الليميت او خص تكون عندك هذا الليميت كتعطيك واحد العدد كيفاش غيكون هذا العدد عدد حقيقي زعما كينتمي لR الشرط خصو ينتمي لR علاش قلنا كينتمي لR حيت كاين الاكس الا مثلا عطاتك هذه بلس لانفيني ولا مول لانفيني راه ديك بلس لانفيني ولا مول لانفيني ما كنتميش لR ما كنقولش عليها نمبر او لا ان غيال ديك بلس لانفيني ما كتسماش ان غيال داكشي علاش الا لقيتي هنا بلس لانفيني ولا مول لانفيني كنقولوا على اف ني با ديريفابل لا تقبل الاشتقاق الشرط الوحيد خاصك تلقى عدد كينتمي لR وهذا العدد ال عنده واحد السميه عنده واحد السميه شنو هي هذه السميه هذه le réel L est appelé le nombre dérivé. D'abord, quelle est la fonction f ou non? هاد العدد كيتسمى العدد المشتق بالعربيه او لا لو نومبر ديريفي اي نوتي كنرمزو ليها سيدي بهذا الرمز هذا اف بريم دو ا اف بريم دو ا امتى غتكون عندي هاد القضيه ديال اف بريم دو ا او لا اصلا امتى غتكون عندي واحد القضيه اللي كتسمى لو نومبر ديريفي حتى تكون الداله كتقبل الاشتقاق حيت الا ما كانتش كتقبل الاشتقاق بطبيعه الحال غتعطينا النتيجه ديال ليميت لانفيني اما بلوس ولا موان وديك بلوس ولا موان ما يمكنش نسميوها نومبر ديريفي اذا الشرط خاص تعطيك واحد العدد كينتمي لR عاد غتكون عندك الامكانيه انك تكتب هاد الليميت هذه راه كتساوي غنمسح هنا ديك الليميت كتساوي اف بريم دو ا حتى تقبل الاشتقاق عقلوا ليه مزيان حيت كاين اللي كيدير هذا الخطا هذا كيتعتبر جريمه في حق الرياضيات الحاله الوحيده فاش غدير الليميت كتساوي اف بريم ديال ا تعطيك عدد كينتمي لR اما بلس لانفيني ولا مول لانفيني لا اذا هذا هو التعريف اللي غنبقاو نخدموا به يعني هذه القضيه هي اللي غنبقاو نخدموا بها حيت السؤال كيتعطي لك ديما مونتري كو اف اي ديريفابل او لا مونتري كو اف ني با ديريفابل الى غير ذلك انت كتخدم بهذه العلاقه هذه كتحسب الليميت عطاتك عدد راه تقبل الاشتقاق اي ديريفابل عطاتك لانفيني ني با ديريفابل جوج حوايج ما كاين فين تجلى ولا فين تلف اذا دابا غنمسح السبوره باش نمشيو لي زيكزيرسيس
إذن دابا غنخدمو على هاد الابليكاسيون الأولى باش من خلالها نفهمو هاد القشر ديال لا ديريفابيليتي اون ان بوان. يلا انتو معايا البال. قبل هنا رخص لكم داكشي اللي كتبت قبل ما نمسح السبورة بطبيعة الحال، يعني ديك لا ديفينيسيون. كنقولو بأن اف تقبل الاشتقاق في واحد العدد ا امتى؟ إذا وفقط إذا كانت هاد الليميت هادي كتعطيك واحد العدد اللي كينتمي لار. صافي، إذن هادشي غير تلخيص لداكشي اللي مسحت. دابا هاد لابليكاسيون كتقول ليك سوا اف ان فونكسيون ديفيني بار اف دو اكس تيغال راسين تروازيام دو اكس. سؤال مونتري كو اف اي ديريفابل اون ان. شنو غندير انا؟ هذا هو السؤال دائما اللي غتبقى تشوفو في هاد الدرس ديال لا ديريفابيليتي. هنا قال لك اسيدي بين ليا بان اف كتقبل الاشتقاق في واحد. الشرط الاول خاص هاد واحد هادي بعدا تكون في الدومين دو ديفينيسيون ديال اف. واش كاينه في مجموعه التعريف ولا لا؟ فعلا كاينه في مجموعه التعريف. علاش؟ حيت الا درت مجموعه التعريف ديال هاد الداله هادي غنلقاها هي 0 بلس لانفيني، وبين 0 بلس لانفيني كاينه واحد. اذا هنا ما كاينش مشكل. دونك ندير واحد كتنتمي لدي دو اف، يعني هذا شرط اساسي خص ضروري يكون محقق. من بعد شنو غندير عاوتاني؟ غنمشي نطبق التعريف اللي عندنا في الدرس. باش تكون الداله تقبل الاشتقاق في واحد العدد خصني نحسب هاد الليميت هادي، وخصني نلقى عدد ينتمي لها. ندير اون. دائما الليميت كتحسب الليميت اكس تنفيغ لا شنو؟ واحد، حيت واحد هو اللي كيلعب ليه الدور ديال ا. اف دو اكس موان اف ديال اش؟ ديال واحد، حيت واحد كيما قلت هو اللي كيمثل ليا ا، حيت هاد ا هذا راه هو هذا نيت على اكس موان زان ولا موان موان زان. يلا في الاخر نشوفوا واش غتعطينا عدد ولا لا نفيني. المهم خص ضروري تعطيك عدد، حيت قال لك مونطري بين. ملي كيقول لك بين يعني خصك ضروري تلقى النتيجه اللي مطلوبه. اما الا قال لك اوتيدي ولا شي حاجه اخرى، ديك الساعات كتشوف واش خرج لك عدد ولا لا نفيني. غنبقى نعوض كل حاجه بوحدها، راه ساهل هاد القشر هذا، يعني ما كاينش شي حاجه اللي غتلف فيها. اف دو اكس شحال كتساوي؟ كتساوي السين تروازيام دو اكس موان شحال كتساوي اف ديال واحد؟ منين غنجيب هاد اف ديال واحد؟ كنحسب الصورة ديال واحد. اف ديال واحد كتساوي جذر واحد، جذر واحد راه هو نيت واحد، بمعنى الصورة ديال واحد راه هي واحد على داك المقام نيت. صافي، من بعد الى عوضت ديريكت غتعطيك فورم ان ديتيرميني. علاش؟ حيت واحد ناقص واحد هي زيرو، هادي زيرو، زيرو ديفيزي بار زيرو، فورم ان ديتيرميني. خصني نقلب على شي طريقة. الطريقة اللي غنستعمل هي الكونجوي. علاش؟ حيت بان لي الجذر ناقص عدد، وهنا الجذر من رتبة 3، بمعنى غنخدم ديك ايدونتيتي روماركابل اللي الدوغري ديالها 3. ديجا راه شرحناها. اكس تنفيغ ان، غنضرب في المرافق كما قلت. شنو هو هذا المرافق؟ هذا المرافق اسيدي هو هذا الجذر اس 2 ناقص هذا الجذر في واحد اللي هو ني، اولا زائد ذاك الجذر في واحد اللي هو ني نفسه، زائد واحد اس 2. غنكتب لكم علاش بالضبط هذه باش الناس اللي ديجا ما تبعوش دوك لي فيديو ديال لي ليميت يفهموا شنو كندير. كنضرب وكنقسم على المرافق. كما قلت هنا استعملت هاد ايدونتيتي روماركابل ا موان بي. المرافق ديالها هو ا لا بويسونس 2 بلس ا بي بلس بي ا لا بويسونس 2، باش تعطينا في الاخر ا على بويسونس 3 موان بي على بويسونس 3. دائما الى عندك ا ناقص بي وعندك الجذر من رتبه 3 كضرب في هذا المرافق هذا باش تعطيك هذه القضيه هذه. دابا راه بحال لقيت ديك متطابقه هما الفوق هي هذيك. يعني غتعطيك اكس كونفير غتعطينا سيدي جذر من رتبه 3 لي اكس اس 3، بحال الى لقيت ا اس 3 ناقص بي اس 3 على داك المقام النيت. فاكتور ا بويسونس 2 السين تروازيام دو اكس بلس 1. غنمشي لي داك الجذر حيت الرتبه كتشبه ليا
الأس وتعطينا إكس موان زين. آه علاش لو سيور؟ باش في الأخر نختزلوه ويمشي لي داك الشكل غير محمدي. إذا شحال غتساوي؟ غتبقى لك هنا واحد حيت اختزلتي، وهنا غيبقى لك السين تروازيام اكس على بويسونس دو بلوس السين تروازيام اكس بلوس ان. الى عوض ديريكت بواحد شحال كتساوي النتيجه؟ غتساوي واحد على ثلاثه. علاش ثلاثه؟ حيت الجذر ديال واحد هو واحد، والجذر ديال واحد هو واحد، وزائد واحد هي ثلاثه، واحد زائد واحد زائد واحد هي ثلاثه. دابا الاستنتاج ديالنا، واش الداله كتقبل الاشتقاق في ذاك العدد واحد ولا لا؟ تقول لي بما ان هذه كتنتمي للار، دونك اف اي ديريفابل في هذا البوان هذه اللي هي واحد فقط. هذه هي الفكره الاساسيه اللي كنبقاو دائما نخدموا بها في هذا الدرس ديال الاشتقاق. فيما كيقول لك بين لنا الداله كتقبل الاشتقاق في واحد العدد ولا واش الداله كتقبل الاشتقاق في واحد العدد، شنو هي اول خطوه؟ كتحسب هذه النهايه، عطاتك عدد تقبل الاشتقاق في ذاك العدد اللي مطلوب، عطاتك لانفيني لا تقبل الاشتقاق، ما كاينش فين تلف، ما كاين فين تجلى، عادي جدا. دونك دابا غنمسح السبوره باش نمشيو لاشياء اخرى. وبطبيعة الحال هذا الدرس هذا كيتعتبر من بين الدروس المهمة جدا. لا الناس لا لا ماشي لا 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 الناس. في هذا الفيديو غنشوفوا درس جديد اللي هو لا لوسون دو لا ديريفابيليتي. بطبيعة الحال هذا الدرس هذا ديال الاشتقاق لا ديريفابيليتي. إذا دابا غنخدموا على واحد لابليكاسيون الأولى اللي من خلالها غنفهموا هذا القشر ديال لا ديريفابيليتي. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة.